الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا من حي ما كداني
وحات بعير كل طالب نيل المنى ويسر المطالب وأسبل سترى على وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأوياء وصحبه من دران الأكرار واحفظ لنا سر مع الجنان من فتنة الأهواء وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومن حمايا حبه فارزقنا وزين الظاهر بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقدر كل من أذانا ومن بسوء قد نوى فالظالمين عنا ولسواك ربي لا تقلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشهد المعاند في المعاند واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب سر شامل
يا قيوم يا قهار علي يا عليم يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن زماني والأفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسان مبذول يا ربي و اغفر للعدل الجاني محمد الشهير بالسلمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل ما أضحى لهم واخي ومن له في سلك قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع